السلام عليكم، بنرحب فيكم في مساق يعني في خلينا نقول حصة المناقشة لمساق مقدمة في النظم والمدن الذكية. احنا قبل مر علينا، يمكن اليوم احنا جايبين معادين في نفس المعاد، شعبة 101 وشعبة 201 عملناهم في نفس المعاد، لأنه شعبة 201 كان 101 كان في مشكلة في الجدولة، فاحنا الأسبوع الجاي هم بيرجعوا لموعدهم و201 بتضل في نفس الموعد. فاحنا بشكل أساسي اللي بنتكلم عليه اليوم، بنتكلم أعطيناكم 3 فيديوهات لتتفرجوا عليها. فالسؤال اللي بنسأله، لو أنا بدي أناقش إيش فكرة إنه نطلع على، خلينا نقول إيش اللي تعرفتوا في التخصص من الفيديوهات اللي شفتوها؟ أولا، مين فيكم شاف الفيديوهات الثلاثة؟ أنا شفت اللي عنده يكتب، اللي شاف يكتب على الشات إنه أنا شفت، عشان أشوف كم واحد. طيب، ايش ابرز اشي شفتوه فيهم؟ في حدا حيضطر؟ عيد دكتور عيد. بقول ابرز اشي شفتوه في هذه الفيديوهات ايش كان؟ اللي شفته تقريبا، او اللي فهمت، انه قدر يربط مدينة سنغافورة كاملة بشيء واحد. الصوت واطي، بعرفش الكل حاسه صوت محمد واطي، ما سمعناهوش كويس. رجعت اللي شفته وفهمته من فيديو، انهم تقريبا في فيديو سنغافورة، انهم ربطوا مدينة سنغافورة كلها بنظام واحد، بسيستم واحد. هذا اشي واحد من فيديو سنغافورة، وغير انه كل شيء كان سمارت الى اخره. يعني طيب، لما نيجي احنا نتكلم عليه على النظام اللي بنحكيه، بنحكي التالي، انه في الحياه ككل، يمكن في عندي كمان 3 فيديوهات تانيات حفرجيكم اياها برضه فيها، انه قدروا يربطوا مشاكل الحياه العاديه في بالانظمه الذكيه لا يعملوا شغله معينه. ايش هي؟ لا يحلوا المشاكل الموجوده عندهم في المجتمع. يعني بطبيعة الحال بنقدر نقول طبيعة التخصص هي ربط المشاكل الحياة الواقعية اللي بيعيشوها الناس في التكنولوجيا الحديثة، اللي هي تكنولوجيا الاتصالات، تكنولوجيا الأتمتة، تكنولوجيا الانرجي، لا يعملوا يوفروا خدمة يعني خلينا نقول جيدة بالإمكانيات المتاحة. يمكن لما نطلع عليها الفكر كفكر، لما نطلع ليش الناس بتروح للأنظمة الذكية؟ حدا متبرع يجاوب، ليش الكل بروح للأنظمة الذكية؟ الناس بتميل للراحة، فبتروح للنظام الذكي يخدمها. طيب، معتصم ايش اخباره؟ لا، فبتنايل عن نظام الذكي علشان يخدمها. طيب، بنلاحظ التالي، عادة المدن ما عندهاش ميزانيات مفتوحة، يعني فيش عندهم ايش، انه الفلوس اللي بدهم اياها يحصلوا عليها. الان ككل ايش بنلاحظ؟ بنلاحظ العالم حاليا بميل نحو التمدن، يعني يمكن احنا عندنا في غزة بنلاحظ كل مشاغلنا وين بتكون؟ مرتكزة في المدن بشكل أساسي. الآن برا العالم، يمكن في مصر، راحوا على مصر أو راحوا، الناس بتميل تروح لحياة المدينة. ليش؟ أولا حياة القرية أو حياة الأرياف أو حياة البادية فيش فيها الكماليات المتاحة. الحاجة الثانية الاقتصاد، فرص العمل والدخل موجود في المدن مش في
المناطق الريفية أو مناطق البادية. لهذا السبب صارت الناس تروح في العالم ككل تتجه نحو السكن في المدن، فتقريبا حاليا نص سكان العالم بعيشوا في المدن، والتوقعات خلال السنوات العشر الجاية إنه يعني خليني أقول يمكن ل 2050 يوصل هذا الرقم ل 70% من سكان العالم يعيشوا في المدينة. هذا سوى عمل ضغط على المدن. إيش الضغط من أي ناحية؟ إنها لازم توفر خدمات جيدة بالإمكانيات المتاحة عندها، فيعني بدها تحسن الخدمات في ظل زيادة في السكان تبعينها، في نفس الوقت في الإمكانيات المتوفرة عندها سواء البشرية أو المادية ما زالت إيش محدودة. لهذا السبب بدأ التوجه إنه لا، طب هذا كيف بدنا نحلها؟ بنحلها بالتكنولوجيا، يعني التكنولوجيا بتحاول تساعد في هذه المجالات. يمكن برضو من الشغلات اللي بنلاحظها، يمكن احنا الحين في وسط جائحة، في الطوارئ بدك النظام تبعك يشتغل زي الوقت العادي، وهذا تحدي بتقابله كل دول العالم وكل المدن الموجودة. لو انت خططت صح وعملت بشكل أساسي، عملت الأمور اللي بدك إياها بالطريقة الصحيحة، يعني أنت حطيت بنية تحتية صحيحة، قدرت تبني أنظمة صحيحة، قدرت توفر الخدمات المطلوبة، يعني فبتلاقي أنك أنت وقت الطوارئ حيكون عندك الوضع كويس، يعني مش حتتفاجأ ولا بشيء. الآن يمكن لما نجينا احنا اطلعنا على الناس في العالم لما بدوا التعليم الإلكتروني على سبيل المثال، هذه جائحة اجت بين ليلة ويوم وقالوا لهم بدكم تتعودوا تشتغلوا عن بعد. يمكن بالنسبة لنا احنا اهل غزة متعودين على نظام الطوارئ على طول، لا فيش عندنا حاجة. فإمكانياتنا كمدرسين لما كنت أقارنها بغيرنا، لا احنا لانه احنا التجارب هاي مرينا فيها مش مره، مرات كثيره، فاللي بنلاحظ انه كنا جاهزين، يعني من ناحيه معرفه من ناحيه امكانيات يمكن بشكل اكبر من الناس الموجوده في الدول الثانيه. يمكن كل هيتنا بنعرف احنا كل حاجه بنحاول، هم لسه عندهم في نت كويس وعندهم كهرباء متوفره 24 ساعة، هذه لسه مش موجودة عندنا كإمكانيات، بس المعرفة الموجودة كانت عندنا درجة عالية مؤهلين. الأنظمة اللي احنا استخدمناها كنا يعني جربينها قبل. أنا شخصيا يعني الفصل اللي فات من ناحية إمكانيات ما حسيتش أي شيء غريب علي، يعني فيها يعني على العكس كنت جاهز على طول إنه أشتغل. فالآن يمكن طلابنا المستويات الدنيا كانوا شوية مش جاهزين، بس المستويات العليا كانوا جاهزين لأنه مروا بالتجارب هاي، سواء نحن حصل عندنا ظروف كثير صعبة فمروا بتجارب عديدة، فكانوا يعني جاهزين نوعا ما لهذه الطوارئ. فأنت في الطوارئ مثلا في من اللي حأعرض لكم إياها لاحقا أو من اللي بتشوفوها، في بعض الكونسبت اللي بنتكلم عليها، يعني مثلا بعض البلدان بتواجه زي المناطق الاستوائية، المدن الاستوائية أو المدن اللي فيها أمطار غزيرة، بتواجه دائما ظاهرة. إيش هذه الظاهرة؟ فيضانات في الشوارع. طب فيضانات الشوارع كيف بدي يتغلبوا عليها؟ أولا حاجتين، حاجة إنك بدك المناطق اللي فيها فيضانات بدكاش الناس تروح عليها بسياراتهم، هذا واحد. والحاجة الثانية تقدر هذه المية تستوعبها وتوجهها لمناطق، يعني خلينا نقول المناطق اللي بدها تروح عليها سواء الوديان أو الأنهار. يعني على سبيل المثال ماليزيا، ماليزيا عندهم مشكلة فيضانات، البرازيل ريو دي جانيرو في عندها مشكلة فيضانات، يعني زي ما حكيت المدن الاستوائية عندها مشكلة الفيضانات. طب كيف علاجها؟ الآن بدك تحط سنسورز في كل مكان، هذا لحاله مش كافي، يمكن الإمكانيات البنية التحتية ما تكونش كافية في هذاك الوقت. فإيش بيعملوا؟ الحل بنسميها هذا crowd sourcing. هذا فاهم إيش معنى crowd sourcing؟
مر عليكم هذا؟ طب كراود فاندنج مر عليكم التعبير؟ طيب محدش هاي. الآن لما تيجي نتكلم على الكراود فاندنج، كراود فاندنج أنا ما عنديش فلوس لأعمل مشروع، فإيش بسوي؟ بدي أشوف الناس تدفع تتبرع لي أو تساهم معي في هذه الفكرة، فإيش بعمل؟ بحط فكرتي كاملة على في مواقع معينة مشهورة في العالم بتحطها لهذه الشغلة. فإيش الناس؟ الناس بتيجي، ناس بتتبرع لك هيك لمجرد فكرتك يعني مجانا بدون ما تاخذ أي مقابل. في ناس أنت بتبعت لها مثلا بلوزة، فنجال عليه شعار، حاجة زي هيك، يعني زي ما بيقولوها شحدة بطريقة إيش؟ مؤدبة، خلينا نقولها. بس هي إيش؟ الناس هذه المؤمنة بفكرتك بتدعمها. الآن الكراود سورسينج الفكرة شبيهة، إيش هي؟ أنا بدي إنبوت من الناس من جميع أنحاء المدينة، ففيش عندي سنسورز قوي في هذا المجال، فبحط موقع لهذا الطوارئ. فالناس بتقول لي مثلا الشارع الفلاني فيه فيضان، فأنا بصير أوجه يعني في الابليكيشن، بتكون عندي ابليكيشن للناس تبعين المدينة، والله الشارع الفلاني فيه طوفان محدش يمر عليه. فصاحب السيارة الآن يمكن برضو هذا من الشغلات اللي ما بنشوفهاش في غزة، برا وانت طالع بدك من مكان لمكان حتى وانت عارف الطريق، في عندك ابليكيشنز على الجوال، فبتشبك الجوال في جهاز شاشة في السيارة. يمكن احنا بنشوف الشاشات في السيارات الحديثة بس بنعرفش لإيش، مظبوط؟ حدا ركب سيارة جديدة بلاقي فيها شاشة موجودة، الشاشة هذه تنشبك على الواي فاي وبتنشبك على البرمجيات او التطبيقات زي هيك. فالتطبيقات اللي هاي بتقول لي وانا ماشي ايش طريقي. فمثلا لو بتاخد شارع معين بتقول لي هذا الشارع مثلا في حادث ما تاخدوش هذا، ايوه هذا الشارع. لا مش تسلا متقدمه جدا، بتكلم على سيارات يعني بسيطه، لو سيارات اي سياره شريتها بعد 2014 هتلاقي هذا التطبيق موجود فيها نوعا ما، يعني هذا الشاشات موجود فيها، السيارات العادية مش السيارات المتطورة. فهي بتقول لي إيش؟ إنه هذا ما تمشيش فيه، هذا فيه مثلا فيضان، هذا فيه زحمة سيارات. فهذه إيش بتسوي؟ بتخفف علي ككل الزحمة الموجود فيها. فإذا بتخفف الزحمة معناتها ساعدتني في إنه أولا أنا أوفر وقت، الشغلة الثانية إن التلوث اللي بنعمل في الجو خففته. الحاجة الثالثة بتوجه طواقم البلدية لتحل هذه المشكلة، يعني لما بتصلها إنه في المناطق هاي مشاكل، فالبلدية بدل ما تلف على كل المناطق وهي مش عارفة إيش فيه، بتصير توجه طواقمها للمناطق اللي فيها إشكاليات. وهذه من الأمور اللي بتلاحظها في هذا في الأنظمة الذكية. الأنظمة الذكية مربوطة بثلاث شغلات، إيش هما؟ مجسات، شبكات قوية، وأنظمة تحليل للمعلومات بتعطي أكشن. أنظمة تحليل المعلومات يمكن في تعبير بسموه البيج ديتا، حدا سمع فيه إيش البيج ديتا؟ الآن مثلا لو أنا بدي أحلل الحركة أو خليها أقول إيش الناس بتعمل على شبكة مثلا فيسبوك بقطاع غزة، عدد المستخدمين الموجودين في قطاع غزة كبير جدا، فأنا إذا بدي أعمل تحليل له فهذه بلزمني العلم تبع البيج ديتا أناليسز أو الموجود هذا، وبقول لي إيش التوجهات. وهذه الناس على فكرة الدول والغيره اللي بتعمل، يمكن فيسبوك والشركات بتستخدم الإيش هاي، وهذا بيجي التعبير اللي بيستخدموه فيه في هذا التحليل الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. لأنه في الذكاء الاصطناعي بتعرف إيش توجهات الناس. مثلا أنت لو دخلت على مواقع معينة بالإنترنت أو بالجوجل أو بغيره، على طول بعطيك إيش؟ بعطيك التوجه تبعك، يعني بيجيب لك حاجات شبيهة فيها. لو أنت تفرجت على اليوتيوب على شغلات معينة بصير تطلع لك الشغلات الشبيهة. طبعا هم برموا لك حاجات للماركتينج بعيدة عنك، بشوفوا إيش توجهك أنت إلها. بس هذه كلهيتها من باستخدام الارتفيشال انتليجنس اللي بنحكي فيها، وباستخدام
البيج داتا اناليسز اللي بنحكي فيها. فهذا علم يعني موجود يعني في المجال تبعك، اللي بده يتخصص فيه لاحقا ممكن يتخصص فيه، وسوقه في العالم مفتوح ملوش حدود، يعني ملوش حدود في هذا المجال. الآن برضو لما تكلمنا بنتكلم على الطاقة البديلة. الآن الكل لأنه في ضغط على الموارد الموجودة، أحيانا أسعار البترول بتبقى في العلالي، فالتوجه في العالم نحو طاقة نظيفة أو طاقة بديلة أو طاقة خضراء. هذا التعابير كلها هي هتسمعها. طيب هذه إيش معناته؟ معناته بدي أستخدم اللي بتكلم فيه، بدي أستخدم التالي. إيش اللي بدي أستخدمه؟ بدي أستخدم يعني بشكل عام الحاجات اللي ممكن أستخدمها. عادة محطات التوليد في الدول بالطاقة يعني بيسموها الفاصل فيول، اللي هي طاقة الطاقة العادية، بتبقى محطات مركزية كبيرة جدا، وهي اللي بتغذي المناطق بالطاقة. زي مثلا احنا عندنا بنجيبنا محطات من محطات من عند اليهود بتجينا الكهرباء، هذه محطات مركزية. عندنا في غزة محطة الطاقة الموجودة عند انصارات، هذه محطة مركزية. الآن في هذه في حاجتين بيبقى الموجودات فيها بتضمن. ايش هي؟ تضمن لنا التردد اللي هي الفريكوانسي يكون ثابت، بتضمن لنا فرق الجهد يكون ايش ثابت. هدول الاثنين لما ينضمنوا في الثبات معناته ايش اللي بحصل؟ انا باخذ يعني نوعيه الكهرباء، جوده الكهرباء بتبقى عاليه. الان لو انا بدي استخدم التقنيه الحديثه، ايش هي التقنيه الحديثه؟ انه الناس اللي ممكن تعمل توليد كهرباء او المؤسسات بتولد كهرباء والفائض لاستخدامها، والفائض بتعطيني اياه. طبعا هذه بتولده من طاقه الرياح، من طاقه خلينا نقول الطاقه الشمسيه، من البايوفيول، من خلينا نقول هذه الحاجات، من الأمواج البحر. هذه الحاجات اللي احنا بنحكي عنها الموجودة في بلادنا يعني بشكل أساسي. طب هدول بدهم يضخوا في السيستم، ايش اللي بضمنني انه الفريكوانسي هذا ضل ثابتة او فرق الجهد يضلوا ثابت؟ هذه مشاكل تحديات. لهذا السبب مالوا لحاجة جديدة بسموها الاسماء، يعني اول حاجة اتكلموا على المايكرو جريد اللي هي شبكة الكهرباء الدقيقة، وبعدين تكلموا على السمارت مايكرو جريد، وهذا اللي بنتكلم فيها انه هدول حيسمحوا للناس تضخ في هذه الشبكات، بس في نفس الوقت عشان يضمنوا لها الاستمرارية بصير لها في عملية تحكم لك ايش تعمل وايش تسوي في الظروف هذه، كيف الشبكة تعمل، يصير لها رياكشن. لأنه زي بنطلع بشكل أساسي الطاقة الشمسية في إنتاجها في النهار والذروة يعني خلينا نقول بين الظهر والعصر، الطاقة الرياح الذروة تبعتها في الليل، الطاقة الشمسية في الليل مش موجودة. فأنت حاجات بتيجي مع بعض، التنسيق بينها هذا بيحتاج لأنظمة ذكية، وهذا اللي بنتكلم عليه. العلم تبعكم بيجي في هذا المجال، كيف نحافظ على الاستابيليتي لهذه الشبكة. هذول بعض الاكزامبلز اللي احنا حكيناهم، ويمكن هذا لما جيت انا بشكل اساسي شرحت في المحاضرة. الان لما عفوا خليني بس احط نعمل سكرين شيرينج عشان نفرجيكم هذه المحاضرة اللي شرحناها لكم، بس عشان نفرجيكم البنود تبعاتها. لما تكلمنا على سمارت سيستم، الآن التحرك العالمي، هذه الحاجات اللي تكلمت عليها المجالات. الآن من الشغلات اللي تكلمت عليها في عندي خمس يعني جزئيات للفريم ورك اللي هو الاطار العام. ايش بدي؟ لازم يكون عندي سمارت جوفرمنت رود ماب، يعني البلديه او الحكومه لازم يكون عندها خريطه
خريطة الطريق لكيف توصل للسمارت جوفرمنت. طبعا هذه بدها موبيلايزيشن للفاندز، بدها فلوس كافية. الحاجة الثانية بدها الانفراستراكشر المطلوب، وبدها ناس تقدر تشتغل عليها، وهذا حنفصل فيها لاحقا في هذا المجال. الآن من الشغلات الثانية اللي حكينا عنها Identification of City Priorities، إيش أولوياتي في المدينة، يعني إيش اللي حبدأ فيها. الآن طبعا هذا بحتاج أنه مش أنا لحالي أحلم فيهم، بدي يكون عندي دعم من مؤسسات المجتمع المدني، من الجامعات، من مطوري البرمجيات، من العامة. هذولا بدهم يقولوا لي إيش الأولويات عندي في هذا المجال. طبعا برضو من الشغلات المهمة اللي بنستفيد فيها، مش كل حاجة أنا بدي أتعلمها في راسي. الآن في صار تجمعات للمدن الذكية في العالم، والخبرات المتراكمة عندهم بإيش بتبادلوها في هذه المنتديات، ويعني بحاولوا يعملوا شيرينج لهذه التجارب اللي عندهم، إيش ماشي صح وإيش ما مشاش وإيش التحديات اللي واجهتهم. Co-creating solution، مش كل solution اللي هو أنا اللي لازم أعمله لحالي كإدارة مدينة أو كبلدية. الآن لازم أنا أتعاون ويصير عندي شراكات مع سواء القطاع الأكاديمي أو القطاع الخاص، لأنه هدول هم الفعل المحرك الرئيسي في الحلول الذكية. عادة لما نحط حل ذكي بنزلوش واجرب في الناس، يعني يمكن احنا الان كجامعه فرض علينا الفصل هذا انه نشتغل ونسجل ونعمل كل شيء من بيوتنا. الجامعه كانت في عمليه انتوا كطلاب تقدر تسجلوا من بيوتكم، بس احنا كاداره بنقدرش نتابع شغلكم الا من الجامعه. الان حول النظام هذا كلهيته على ويب بيس، فاحنا كل الفصل الفتره اللي فاتت كان علينا ضغط كبير، لانه في مشاكل كتير بنمر فيها ومش قادرين نعالجها. الان الاصل هذا في عندنا انوفيشن لاب، الانوفيشن لاب هو اللي بيجرب في كل هذول، فاحنا بتجينا الحل جاهز، فيش فيه مشاكل، وهذا بخلي العمليه يعني انجاح التطبيقات وانجاح الحلول الذكيه سلس، وهذا اللي بنتكلم عليه. معظم المدن عندها Urban Innovation Lab اللي هي بتجرب فيه هذا وبتعمل الحلول الموجودة. زي ما حكينا Network Cities، هذا انت بتقدم ايش الشبكات، في شبكات على مستوى المدن الأوروبية، وفي شبكات على مستوى أمريكا، وفي شبكات على مستوى العالم، وفي Regional. احنا في العالم العربي يمكن اول مدينه، يعني اكثر مدينه متطوره في النظم الذكيه، هي مدينه الدار البيضاء في المغرب، صفاقس في تونس، سوسه في تونس، القاهره دخلت بس ضعيف، دول الخليج دبي يعني في مجال الحكومه الالكترونيه وغيره في عندهم شغل محترم، الدوحه، الرياض، احنا في فلسطين عندنا رام الله دخلت على مجال المدن الذكيه. فبنلاحظ هذا الحراك حراك عالمي. في اوروبا في منافسات مين افضل ادكى المدن على مستوى اوروبا، وبتلاحظ من سنه لسنه كل مدينه بتقدم ايش انجزت، وهذا الانجاز لما تقدمه يعني بتنافس مين بينها وبين بعض مين ادكى المدن. ويمكن من ادكى المدن اللي شفتها انا فيينا، فيينا من أذكى المدن، في طبعا المنافسات حادة بينها وبين الدول الثانية زي في الدنمارك كوبنهاجن، زي في يعني بنلاحظ في هولندا أمستردام، فلندن، كل هدول بتقدم حلول ذكية اللي إن شاء الله كلكم بتتوفقوا بتوصل لهناك، بتشوفوا مدى الأريحية في الحصول على الخدمات اللي بدك إياها، وهذه أهم إشي فيه عندنا. طبعا المدن الذكيه لازم تكون فيها متوفر فيها حياه مريحه جدا للناس اللي بعيشوا فيها، سواء من ناحيه بيئه خضراء، سواء من ناحيه خدمات بدرجه عاليه، سواء من ناحيه فيش زحمه مواصلات، فيش ستريس على المواطن، ضغط على المواطن
لا يحس بالإشكاليات أو بالمعاناة الموجودة. طبعاً السمارت سيتيز بتتكلم أنت على مجالات متعددة، من حركة المواصلات لمصفات السيارات، كيف بدك تصف السيارات، للمباني الذكية، لا بتتكلم على أنظمة جمع القمامة، أنظمة التخلص من القمامة، أنظمة المياه الري وغيره وغيراته. بتتكلم على حاجات يعني من كل مكونات الحياة الموجودة فيها. طبعا عندهم الـ5G اللي احنا عندنا 2.5G، الـ5G عندهم هنا طبعا هذا بتوفر يعني بيئة خصبة جدا، أو خلينا نقول environment خصبة جدا، لا يقدروا يعملوا هذه التطبيقات. طبعا الأنظمة الصحية كلها مربوطة في أنظمة ذكية، ويمكن بس اللي بنتكلم عنه العصب الرئيسي في الصناعة بسموه Industrial IoT Internet of Things and Machine Learning، اللي بنتكلم عنه اللي هو الذكاء الصناعي. هذه allow for the creation of intelligent and integrated city platform اللي احنا بنتكلم عليها، وهي الفاونديشن لترو سيتي انوفيشن. هذا بتعطينا ايش السمارت سيتي، ايش معناتها سمارت governance، سمارت انفايرمنت، سمارت ليفينج، سمارت موبيليتي، سمارت بيبل، سمارت ايكونومي. مثلا السمارت ايكونومي زي ايش؟ عند الانتربرنور شيب اند انوفيشن، الرياده والابداع، البرودكتيفيتي، اللوكال اند جلوبال انتر كونكشن. السمارت بيبل عشان تعرفوا 21st century education، يعني بدهم يكونوا هم اي تي سافي، يعني الكل بيعرف يستخدم تطبيقات الجوالات، بيعرف يستخدم كيف يدخل ويطلع. الان في العالم لما نتكلم بطل حدا يشيل كاش في جيبته، انت بتشيل جوالك وجوالك فيه فلوسك، فانت بدك تعرف كيف تستخدم هذه الفلوس، كيف بدك انظمه الحمايه إلها. انتوا هذا شغلكم اللي بتسووه. بنتكلم على inclusive society، يعني ايش الانكلوسيف society؟ هذه مش الخدمات هذه لطبقه معينه من الشعب، يعني الاليت، الطبقه خلينا نقول الراقيه في المجتمع، هذه لكل طبقات المجتمع، الكل بيستفيد منها. يعني embrace creativity، بدها تحتضن الابداع والابتكارات. بنتكلم على سمارت موبيليتي، يعني انت لما بدك تتحرك بده يكون كل هذه ضمن تطبيقات معينه، يعني انت بتطلع من بيتك لمكان معين بتقول لك ايش الراوت، الطريق اللي بدك تاخذها، وايش المواصلات اللي ممكن تاخذها. برضه من الشغلات اللي بنتكلم عنها بتقول لك وقت ايش حتصل، وانت ماشي بتشوف ايش الطريق تبعتك اللي لازم تمر عليها. فانت يعني حتى لو انت غريب في منطقه، انت بتبقى رايح وشايف قدامك كل شيء. سمارت ليفنج يعني السيفتي، انت وانت ماشي في الشوارع بدك تحس انك في امان، فالكاميرات الموجوده في الشوارع مش لمراقبتك وملاحقتك، لا، هي الكاميرات هناك مخصصه لتقدم لك الدعم. مثلا قبل ما تصير عندك مشكله او حدا يجي يعتدي عليك، بتلاقي الشرطه وصلت قبل مع الشخص هذا ومنعته من الاعتداء عليك. نتكلم على الهيلث، انت في عندك تطبيقات مثلا لو بدك تلعب رياضه، ايش الطرق اللي ممكن تمشيها، او ايش الطرق اللي ممكن تجري فيها، الطرق تبعات البسكليتات اللي ممكن تتمشى فيها، المناطق اللي انت ممكن تلعب فيها رياضه، كل هذا بتقول لك اياهم، بتعطيك دليل فيها. الان culturally vibrant and happy، طبعا انت بدك تكون هذه يعني تحتضن كل الثقافات المتنوعه الموجوده، وهكذا بنتكلم عن هذه الأمور. هذه بعض الحاجات اللي حكيت عنها قبل شوية. الآن بشكل عام هذا الجزئيات اللي بنحكي فيها. الأسبوع الجاي حنتكلم على الديجيتال إيكونومي. طيب إيش الحين من هلا الأسبوع الجاي إيش اللي حنعمله؟ الآن ححط لكم جايد لاينز كيف تنزل برنامج، من وين تنزل برنامج R، وفي اللي عندي وايش وكيف الخطوات التنزيل والتحميل على الجهاز تبعك، على اساس بعد هيك السيشن الجاي اللقاء اللي زي هيك حنشتغل على برمجة ال R بشكل عام. حشرح لكم عن الديجيتال ايكونومي، هذه محاضرات الاسبوع الجاي حتكون،
وكيف تبدأ تعمل بروغرامينج حاجات بسيطة على الار لانجويج. كويس هيك؟ في عندكم أي استفسارات؟ الله عافيك. معتز، ايش يا سعيد؟ انا لك بالنسبه للامتحانات بكون من الكتاب ولا من السلايدات؟ الكتاب المعتمد هي الكتاب المعتمد، ويمكن البرمجات انا بقول لكم يعني اذا انت اشتغلت في ذاك بالبرمجه تبقى جاهز. يعني حاجه معينه دائما خلينا احكيها بشكل عام، عمرك لا تسال انا ايش بدي يجي في الامتحان، اسال انا ايش بدي افهم من هذه الماده. اللي بيجي في الامتحان تحصيل حاصل بيصير، والدرجات تحصيل حاصل. اذا انت فهمت الماده فانت بتبقى جاهز للامتحان. امتحاناتي عادة يعني خليني اقول من المادة الحاجات اللي بشرحها، طبعا في تفاصيل موجودة في الكتاب اكتر من اللي انا بحكيها، بس صلب الموضوع اللي انا بقول لك اياه موجود في السلايدز. يعني انت بدك الكتاب متوسع بشكل كبير وحاطط تفاصيل كثيرة، انا بعطي لك الخلاصة تبعت الكتاب في الشرح الموجود عندي في البرزنتيشن، بس الأصل دائما الكتاب. تفضلوا. يعني مثلا هي يعني التفاصيل ممكن احيانا يعني تاخذها من الكتاب، فالكتاب مهم دائما، الكتاب المرجعيه مش السلايدز. السلايدز هي مختصر بسيط يعني فيش تفاصيل فيها، يعني لا تغني لا تغني، احنا بس بنقول لك هاي يعني بنطرق لك الباب، بقول لك هاي العنوان تبع المكان. تمام. تمام هيك؟ تمام. بتكون بالنسبة للأسئلة بشكل عام، هتكون زي ما أنت حكيت يعني موضوع فهم لنا في الامتحان، يعني مثلا هيجيك السؤال إنه شو فوائد السمارت سيتيز، هتقول له 1 2 3، أو مثلا نظام إخطاء أو زي هيك يعني؟ تقريبا هاي الطريقه اللي بنمشي عليها. انا كنت عباره عن اسئله فهم. هي اذا انت فاهم بتجيب علامه كويسه. يعني على سبيل المثال مثلا بقول لك هل تساعد السمارت سيتيز في المواصلات وهذا تور فورس زي هيك، او انه تساعد السمارت سيتيز في 1 2 3 اختار واحده منهم زي هيك بكون النظام؟ مزبوط يعني حاجه زي هيك. الله يعافيك دكتور. تفضل. ما سمعناش حاجة يا سعيد، الصوت مقطع كان. رسالة. طيب ماشي الحال. اللقاء الجاي متى؟ اللقاء الجاي حيكون يوم الأحد إن شاء الله الساعة 12. احنا نتورك سيتيز. نتورك سيتيز ايش هي المقصود؟ بسأل سعيد ايش النتورك سيتيز. الان المؤسسة المدن الذكية فيها زي جمعيات عالمية، الجمعيات العالمية هاي بنسميها نتورك، فهي بتشترك فيها وبصير لها لقاء سنوي. في اللقاء السنوي هذا ايش بصير؟ بصير فيه ان الكل بيعرض تجاربه الحديثة. مثلا أنا قدرت أقدم حل ذكي في موضوع تنظيم إشارات المرور في بلدي، فبروح بعرض التجربة تبعتي، فاللي عنده أي استفسارات وحابب يطبق هاي بيسأل وبياخذ يعني بياخذ تجربة جاهزة. فأنا وفرت عليه جهد إيش؟ إنه يبحث ويجرب ويعمل هذه الشغلة.
وأنا نفس الشيء بأخذ من غيري هذه الأمور، فهي عملية متبادلة، كل واحد بيأخذ من الثاني شيء معين. كويس هيك؟ طيب عندكم أي استفسار؟ طيب احنا هيك بنبقى ان شاء الله خلصنا، وهذه المسجل برفعها لكم على النت ان شاء الله، ونقول لكم بنلتقي فيكم يوم الاحد ان شاء الله الساعة 12.